مشروع، هذا مشروع برسيم. طبعا هذا البرسيم اجاني دعم من مؤسسة اريج، يعني بتمويل من الكنائس الدنماركية. هذا المشروع وفر علي طعم غذائي للغنم الموجودة عندي. يعني انا بكيت مبتدئ وكان عندي تقريبا يعني 10 رؤوس غنم. العشر رؤوس غنم لكن طبعا يخلف عندي مواليد الى دن، بس هو كيف بكيت؟ بكيت ابيع الخرفان ولادتهن مشان اجيب طعم الهن. يوم اجاني هذا المشروع وفر علي 13,000 شيكل قيمه غذائيه يعني للنعجات، يعني وفر علي شيء يعني شيء لا يصدق. يعني غيرت ذريعه الغنم عندي، يعني تقريبا وكان عندي 10 حتى عندي 23 راس غنم. يعني 23 راس غنم لو كنا يعني الراس ب 1000 شيكل، يعني زاد عندي انا 15,000 شيكل السنه هاي انا وفرت من وراء هذا البرسيم. بسد تقريبا ما يقارب من 30% ل 40% من الماده الموجوده بالعلف، طبعا شعير، قمح، والذره اللي معتاد عليهم كله احنا روبي للتسمين. فلهذا السبب انا اتطورت، يعني صرت احطط بالي اني اصير اضع برسيم. يعني والحمد لله عنطاني انتاج وعنطاني يعني شيء يعني لا يصدق. يعني انا لقيت نفسي ما توقعش ان هذا الشيء اوفره لي. فساعدني شعور اني ازيد زراعه اخرى الدلم على حسابي مشان اقوي اكثر. فصار عندي يوم زراعه الدلم جديد، صار عندي يوم في عندي انا قص برسيم. يعني انا عندي يوم باجي هون بشتغل ساعه زمن ساعتين زمن بشتغل فيهن، بروح طعمه نعجاتي كديش بدي اياها.